السلام عليكم. هانت اختي هاد الثوب هذا كيفاش كيطرق؟ راه ساهل، هتشوفي الطرف الطريفات اللي كيشيطوا بحال هكا وتقديهم هكا كما تتشوف. ها غادي تقطعي، ما فيش العبار هذا، قطعي العبار اللي بغيتي في العرض مثلا ولا في الطول. ها حيدنا هذا الزايد، بقى هذا الطريف هذا، نزيدو معاه واحد الطرف ها هو، شتي؟ غادي نلاقيوه معاه هنايا، ولكن أنا غادي نمشي للماكينة وغادي نلاقيه، شوفي كدير يتلاقى. هذا هو الطريف اللي في السن، نشوفوا الوجه ديالو، الوجه هو هذا، نشوفوا الطريف الاخر، نلاقيوه معاه هكا، هانت، نلاقيوه هكا، وغادي نخيطو، نخيطو هاد الطريف هذا وجهو، ها هو لصق، عاوتاني نوليو نقبطو هكا، غادي نطويو. هاد الخياطة نخليوها برا، نطويو هذا هكا ونجيو للراس هنايا ونشدو من هنايا ونبداو نخيطو. سهل هذا المجدون كيفاش كيطرق شي حاجه، تقطعي الطريفات مقادين حتى يكونوا طرف صغار، قادي الطريف مع طريف الطريف مع طريف حتى تسهل. هانت باش نقلبوه، نشوفوا مثلا شي عود، راه عندي عويد راه فين انا باش كنقلبو، دابا نقلبو لغا هكا. ها عويد ولا طرنوفيس ولا قصبة تكون طويلة شوية. هات ها هو تطرق، شتي؟ هذا هو الطريقة ديال التطرق ديالو، ساهل ما. السلام عليكم. ها انت اختي داك المجدول راه عادي، يعني انت هي ما بغاش يدخل لك راسك، راني عندي جوج فيديوهات في الصفحه وشي ربعه الفيديوهات في اليوتيوب. انت دابا بغيتي تعرفي غير كيفاش كنلصق داك الشوشه هنايا في الرويس، هذا الرويس راكي عارفه تيكون محلول مثلا، وكنعقدو هكا بخويط هكا كنديروا له هاد العقيده هادي، هي اللي كتشوف، وهنا كتكون الملاقيه حتى هي كنعقدوها وكنديروا فيها عقيده. دابا انت اللي بغيتي تعرفي هو الشوشه هذه، طرسان هذه شوشه عاديه تتسمى، غير مسديه ما مسدياش، غير طرسان مبرو يعني ماشي دوريجين، تسديوها بحال هكا كنجبدوا القيطان هكا، هذه وقيه هنايا مبرومه وقيه ياك، على داره داره هي جوج شعرات، هي جوج شعرات كنبرموهم وكنزيدو جوج شعرات اخرين عاوتاني ونبرموهم ونجمعوهم، وقيه كتلقى نسوقيه فيها جوج شعرات كامله، عاوتاني نسوقيه فيها جوج شعرات كامله وكنبرموهم، كنبرمو داك الولا مزيان باش ما يتحلوش اي بواحد الوقت قصير، واللي بغات شوشه مزيانه تنصوبو لها شوشه مزيانه ديال التسديه، يعني كاين الفرق في الثمن وكاين الفرق في الخدمه. هذه دابا شوشه ساهله هي كيف ما شفتي دغيا تدوز الزربه، انا نوري لاختي كيفاش كتعقد داك الشوشه. والمهم انت يا العقيده راكي كتعرفيها الحمد لله، تعلمتي لها، الا ما كنتيش تعلمتي لها راه كاين الفيديوهات اللي كيعلموا، مهما سولتيني على الشوشه كيفاش كتلصق راه عندك الغرض بتخدميها. شتي ها كنقسمها على جوج باش العبار اللي جا هنا كيجي هنا، وكنجي هذه كنقسمها هكا على جوج حتى هي، كنجيب هذا الرويس هذا تنديرو هنا ها
كنلوي الصابرة على داك الثوب حتى تغطى داك التريسنات حتى يتغطى داك الثوب صافي. و تنعقد ها كنعقد مزيان بهذا الخيط ديال النيلو. هذا خيط ديال النيلو حيت بزاف الناس تيبقاو يسولوني عليه تيقول لك علاش كيصلح شنو داك الخيط اللي كتعقد به شنو سميتو. راني كنقول راني ملي تنكون خدام راني تنقول السميه ديال الحاجه. بعض المرات تنقولها في الفيديو 4 5 د المرات وكيسولوني عليه في التعليقات. انتم راكم عارفين دابا الخدمه غادي تجي وهذا والتعليقات ديالكم يعني تبارك الله ما شاء الله بزاف. ايوا كلها واشنو تيطلب كلها واشنو تيقول سهله يعني ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. هذا المجدول دابا تبارك الله راه العيالات موجودين تيخدموه. ها من عقدنا دابا هكا دابا غادي ندير هنايا هكا شوفو كنستفها هكا ها منخليش داك الخيط يبقى يبان وكنعاود نعقدها عاوتاني هنايا ها وفي الاخر ملي كنسالي كنقطعها من هنا كنقادها كتجي مقاده تنسالي المجدول عاد نقادها وداك الباكير مع تنصط بحال دابا السوقيه كنديرها عقيدات باش ندير به هذاك العقيدات منو نخرج داك الباكير اللي تنخدم به. كنا تنخدموا بالباكير دابا تنخدموا غير بالطراسن كنشمعوهم الطراسن حيت داك الباكير قلال ما بقاش كي كان شحال هذا دابا ولا تيتباع بالثمن. كنديرها هكا هاد الشمع هاد الشمع مزيان باش هو دابا الباكير دغيا تيلصق ليا انايا. كاينين دابا شي وحدين تيقول لك داك الشمع ما تيلصقناش ما كيبغيش يلصق ما مزيانش هذاك الشمع ما مزيانش اللي كتشريوه بداك جوج دراهم درهم مع عند موالين الصابره ومع عند موالين كيجيبوا داك الشمع المدقدق بحال دابا شي 60 درهم للكيلو ولا هذا راه دابا كيدير شي 3000 ريال للكيلو ولا 2400 ما عمري خديت انا كيلو ولا نص كناخد 20 درهم 30 درهم ما تنسولو لا بشحال ولا ما بشحال. المهم داك 30 درهم 20 درهم تدوز ليه واحد المده صافي وكنبدا ندير العقيدات ديالي. نتوما عارفين هاد العقيدات كيديو الوقت بزاف انا غادي نحيدهم. الاخت بغات غير تعرف كيفاش كنلصق الشوشه انا وريت لاختي وشرحت لك حتى البريم كيفاش كيتبرم اي بالهضره راه يعني راني قلت لك الشعره شنو هي الشعره وشنو هما. السلام عليكم. بالنسبه لذاك الاخ اللي بغى يعرف داك الضفره ماشي ضفره هذيك اخويا ماشي كتضفر هذيك غير تعصيبات وكتبقى غادي جاي بهذا الخيط. انا نوريك واحد النموذج صغير شتي ها انت. وبالنسبه لكم حتى نتوما العيال تصوبوها مجيدلات لوليداتكم لبنيتاتكم في هذا سيدنا رمضان فهمنا ساهله وغادي تجيبوه غير مذبح بحال هذا ها هو ها هو تصوبوا ثلاثه ديال الطروفه ولا اربعه وانتم مصوبين منظمه صغيره. ها انت خويا شوف انا نوريك غير كيفاش كتضفر. والمهم انت كيف ما قلت تحسبك راه ضفيره هي ماشي ضفيره ها انت كتبقى غير كدور هكا ها ها وكتقط تخلي هذوك الجوج بوحدهم بالوسط هادي تشد جوج بوحدهم ها هاديك ماشي ضفيره كيف ما قلت لك ها. وحتى نتوما العيالات يمكن لكم تصاوبوا منها مجيد 27 ها شفتوا ها كندخل من هنا نعاود ندورها عاوتاني نطلعها من لهنا ونخرجها من لهنا ساهله وكتطلع مزيونه غزاله تطلع شوف تعصيبات ولا تيو معصب ولا هاد المذبح هذا دابا اللي وريتكم
هي هذا خصو يكون طويل، خصو يكون طويل باش يكمل لكم. هذا الا كانت نضمه فيها 50 سنتيم، هذا خصو يكون فيه شي 5 متر ولا 6، يكون طويل باش ما ديروش الخلفه. وتا لا قدر الله ديروا الخلفه كديروها في الجهه من التحت، تعقدوها هنايا وكديروها من الجهه من التحت. شي سهله هذه، ماشي زعما شي حاجه اللي كتخدم بوحدها هذه بالزربات، تخدمها بوحدها. شفتيو كتطلع ناضيه. الا ما فهمتينيش انا معاك على الخط الخبيب. مرحبا، السلام عليكم. انتما من الاول، ماشي من الاول حتى الثاني، ولكن راني بطنتها ولويت هاد الطراسن هادو وطليتهم برمتهم برا، برا ما عندي كي ندير نصور. الله يرحم الوالدين لخديجة. هادو تعصيبات، كاينه تعصيبه فيها جوج قيطانات كتجي مبزطه، وكاين جوج قيطانات بوحدهم، كل قيطان بوحدو، وكيعطينا هاد المنظر هذا. ها هو اللي تتشوف، شتي هنا تنديرو كنلويو على هادو. الجهه هادي مطليه موسخه، وهادي جهه نقيه تتبقى هي اللي غادي تلصق في المضمه. طرقها في واحد الطرقة، هاي واحد الخيمة عندي ليه في القنت كطرق مزيان. هنايا الوسط ديال هاد الكونتوار خاوي كيبقى يبومبي.
دابا غادي نبقاو غاديين هكا حتى نخليو البليصه لهادي عاوتاني هنايا. هادي مضمه كنقولوا لها بالحرير والتعصاب، ولكن هادي دابا مخدومه بالسقلي، السقلي والتعصاب. وهاديك التعصاب تنقول داك التعصاب، واحد التعليق جاني قال لي علاش كتعصبوه مسكين، علاش خليوه راه شقى عليه. هو علاش سميناه التعصاب؟ هو كيعصب الصراحه في الخدمه هذاك التعصاب، وخصوصا الا كان بنادم ما معلمش وما مدربش فيه العصب. هذه مضمه مزروبه، الثمن ديالها 120 درهم، 120 درهم وكل شيء من عندك، فهمتيني؟ يعني سهله في الخدمه، فهمتي؟ ما فيهاش شيء، يا واحد جوج طليقات هادو من هادو، واحد تاع صيبات واو، واحد نص ساعه الخدمه ولا ساعه كيجيب الله فيها التيسير. قدر بنادم يخدم 6 7 من هادو كاع الا كانوا موديل واحد شكل واحد، يعني راه مزيانين راه مخارجين. غتخسر عليه هذاك 25 درهم بحال دابا، هادي السقلي خاسر عليها شي 25 درهم ولا 30 درهم بالكولا ديالها بكلشي. الله يخلف الله يجعل البركه، خصو بنادم تكون عنده القناعه. كنت خدام مع واحد السيد هنا فاس في النرجيس، وحنايا خدامين جوج صنايعيه خدامين في محل واحد. بصراحة الله انا هذه صنعتي، يعني بديتها من الصغر تقريبا، ملي كانت عندي 10 سنين ولا 11 عام وانا باديها، ما قريتش انايا، ما دخلتش المدرسه، بقيت خدام في هذه الخدمه هذه يعني قديم. هو لا هو الحرفه، هو الحرفه ديالو كباس وتعلمها، المهم تعلمها وكنا تلاقينا في اكادير، وفاش هودنا الفاس لهنايا ولينا تلاقينا، قال لي واش نجي نريح معاك في المحل نخلصوا الكرا نخدموا مجموعين. قلت له مرحبا اخي عبد الاله، تحياتي لك عبد الاله الا كتسمعني دابا سلامنا، حيت تطورات الخدمه ما حدا كتطور وهي كتصعب كيهرب منها بنادم. هو المهم ملي كتدخل عندو الكليانه ديالو وكتجيب له مثلا شي مضمه في المجله، واخا تكون غاتوب يتوب عادي نص ساعه ديال الخدمه تقريبا ولا كيقول لها هذه فيها الخدمه. كيفاش فيها الخدمه؟ فيها الخدمه، الا كانت المضمه كدير 50 درهم تيقول لها 3000 ريال، وكيبقاو يتقاتلوا حتى كيخدمها لها ب 100 درهم. شحال دايله؟ 1000 ريال، الا كانت ب 50 درهم هو دايله 1000 ريال وحده اخرى. و تنبقى نشوف انا في داك الديكور هذاك، وانا كتجي عندي الكليه انا تنقول لها ماشي تنشكر راسي في هذه القضيه، اقسم بالله الا هذا الشيء عشته. وكان معايا واحد ولد الاخت كيقول لها الخويل انت خصك دير بحال عبد الاله، غيبقاو كيتشطروا معاك هكا، قول الهضر معاهم منين شاء. نحيدو جوج باش نخليو القياس لهادي عاوتاني فين تلصق. الله يسمح لنا صافي. انا دابا كنقول للكليان الثمن باش نخدم، كنبقى لاصق فيه، وكاين شي كليان ما كتعجبوش زعما قلتي لي الثمن وبقيتي لاصق فيه، علاش؟ نقش شويه، ما نقش، كندير هذاك البيع والشراء ديال الريافه، حيت كنت طلعت واحد النهار الناظور نتقدى شي سلعه، ايوا بقيت كنتشطر معاهم. هو يشوف يا واحد الناظوري واحد الشوفه ما هياش، قال لي شوف اولدي هز داكشي ولا حط داكشي وحيد من حدايا. انا قال لي ولدي انا ما كنشطروش، قال لي باش كنبيعو باش كنشري، يعني لا داعي تفكس راسك وتشطارو. هو داك الشطاره غجدناها من راسنا والله، ما خصهاش تكون. صافي الانسان يدير واحد البركه ديالو.
دابا نحيدو هاد الزايد ها هو ونطلعو هاد البليصة هادي ها هي. صافي ملي تنشف غادي نقلبوها لهنايا وها المضمه ديالنا تسالات وبالصحه والراحه. هذه مضمه خفيفه ظريفه في الخدمه، ما فيهاش زعما داك الشيء ديال التعصبات. لويهم مع داك القادوس طليهم خليهم ينشفوا وها المضمه ديالك موجوده. وهكا غادي ننهي هذا اللايف هذا ان شاء الله حتى العشيه وثاني ان شاء الله الا كانت شي حاجه مزيانه. كاينه واحد المضمه ديال داك الكارويات ولكن تتشهد الوقت. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. باذن الله ان شاء الله غادي نبدا هاد المضمه وغادي نكملها من بعد ما فصلنا هاد الكارطون. هذا كارطون عادي كيقول هذا عاوتاني احسن منه شي شويه، وهذا عاوتاني دور يجين عليه نوره. يا بسم الله. التوب رقيق تيخرج الكولا الا خليتوها من تحت الكارطون. هي هاد الكولا مزيانه ما تتبانش دغيا تتحيد. دابا راه خدام الحمد لله مزيان الحمد لله. تنطليو هاد الطرزه هادي طلعوا التوب، حيت التوب رهيب غتقيسو بالكولا يخرجها لتحت. كنطليو غير هاد الطرزه هادي باش تلصق لنا في الوسط مزيان. هاكا تنبقى نقاد باش نجيب الزواقه في الوسط. نجر من هنا شويه ومن هنا شويه تنقاد هادشي باش كنجيبها في الوسط.
اللي عنده شي حاجه يخليها في التعليقات، ملي نسالي الفيديو ان شاء الله غادي نجاوبكم. راه ما تنشوفش دابا اللايف، ما عرفت واش مطلوق ولا ما مطلوقش. نشوف يلا راه مطلوق لاباس الحمد لله. وطيب رزقني داك النهار بارك خدام نهار كامل انا خدام، في الاخر مشى اللايف هو تقطع الكونيكسيون وانا يا بارك خدام تنهضر مع راسي. دابا غادي ندوز هاد الحريف، غير حريف من لهنايا ديال الكاغيط، غير حريف باش نلصق هاد القناة هاد شتي، باش منين يمسو تاهوما يلصقو، حيت غادي نقطع وغادي ندوز هاد التعصيبة هنايا شتي. شي الخدمه فرق ما بين الفيديو وما بين اللايف، دابا اللايف كتشوفوا داكشي كامل فهمتي، يعني كنضيعوا الوقت هكا ماشي، وانتم يمكن الله اعلم الا كتستافدوا، حيت انا كيجلسوا حدايا شي وحدين شي صحابي عزيزه عليهم هاد الحرفه يشوفوني كيفاش كندير كيبقى يشوف تيعجبو داكشي كيفاش كيتخدم. كيف ما قالت لي واحد الاخت، قالت لي انا ما باغا نخدم ما باغا نتعلم، غير كتعجبني كيفاش تنشوف كيفاش داكشي تيتصاوب وصافي. شتي جبتها في الوسط، ها تجي في الوسط، اللي ما شتها جايه في الوسط عاوتاني نولي نجبدها، كتجي في الوسط. وهاد الزوق راه صعيبه باش تخدم، كتبرزق غتقطعو دابا داك الزايد. الفيديو دابا نخدم هاد المضمة كاملة مثلا في ساعة المكانة ولا ساعة ونص ولا ساعة وربع، غادي ندير لكم فيها واحد 20 دقيقة ما كاملاش ولا ربع ساعة كاع مثلا. هاد التقطيعة هادي غير نبدا نقطع ونحيد، دابا تنبغي ندير لكم هنا اللايفات ديال محل الخدمه، تيبقى بنادم داخل الخارج وعندنا الصداع هنايا وشحال ديال البز تبارك الله اللهم بارك، ساعة ساعة دايز شي موتور داك المواتر ديال عن تيخلع بعباد الله ولا شي موتور عنده شي شاكمة. هادو الطريفات اللي شاطو، هادو الطريفات اللي شاطو من هذا باش نجيبو داك الشيء هو في اللون باش نديرو اللوين ديالو، هما ديالها الطريفات ديالها منو غادي نبطنو عاوتاني، ها غادي نقلبو على ظهرو وغادي نلصق هاد الطريف
هادي قبيله بغيت نحرقها في الكولا غادي تمشي تشعل العافيه خليها حتى تيبس عاد نحرق باش ما تبقاش مشنسفه دابا غادي ندورو على هاد الجنيبات هادو ديال التوب اللي برا انا تنخدم هاد الخدمه هادي غادي تجيكم نتوما باسله بشويه صعيبه هذا غادي نقطعو عاد نطلي حيت ملي تنكون كنقطع كتبقى تلصق لي هادي مع هادي هادي مع هادي تتعذب شويه وانا ولفت هذاك الخدمه ما نقدرش نبدلها عاد ندير لكم هاد الخدمه هادي حسين قطعو التوب وعاد طليوه ولصقوه شوف باش ملي كتقيسوه هنايا بالمقاس ما تيلصق لكمش تيعذبكمش تجيكم ساهله انا هادي ما مولفش بها انا كنطلي عاد تنقطع ولكن هادي حسن هادي حسن مع هاد الثوب ولكن شي ثوب اخر ما تتكونش مع حسن مثلا داك الثوب اللي تشنتب ما تكونش معاه مزيان دابا غادي نطلي دابا طليت هادي ونطلي هاد الجنيب عاوتاني ديال المضمه ماشي داك التويب باش بطلت ليس هادي نخليها هنا تنشف ونهز هاد التعصيبة لي ندوز ليها في الجناب نطليها حتى هي باش تنشف هادي تعصيبة هدا قيطان هداك مضوبلو على جوج هادشي جوج قيطانات معصبهم جوج قيطانات كيجيو هكا في الطحين عاود داك البرشمان اللي كنا تنديرو عاود طريسن طرسانو في التل فهمتي هادي كتجي مفركسة حتى هي هادا هادي دابا نشفات عاوتاني نقلبها
ايوا ونجيب الحبيبه هذه القرميده، حنا تنقولوا لها القرميد، والخرازه تيقولوا ليها ثقيل التبطيل، كلها واشنو تيسميها، المهم هي نافعه. هذه في عمرها دابا شي 24 سنه بس صوبت، صوبتها في 99 24 سنه تبارك الله. دابا نطلي هذه عاوتاني، نطلي داك الجنيب، صوت هذا بصح. ملي كنبغيوك الجنة ما تجيش. دابا هادي غادي تنشف عاوتاني، شنو غادي نصوب؟ غادي نصوب لها الكروشيات فويلات ديالها، هذا السلك، هذا السلك ديال البني ومع الصبينه، كنخبعوه بالصابره وتنعصبوه بالسقلي ديالو كيولي خدام لينا الكروشيات. كنا شحال هادي كنخدمو داك الانساك ديال الضو اللي كيدوزو في الخيوطة ديال الضو، هذاك اللي كنا كنخدمو به، ولكن منين غلى هذاك تحولنا لهذا. حتى هذاك كنا كنعصبو غا بيدينا هكا، كنقطعوه وكنعصبو غا بيدينا، دابا لا، دابا درنا الموتور ولينا نعصبوه بالموتور، كيجي ساهل داكشي. واش من سقلي هذا داير له هذا؟ هاد السقلي واقيلا ماشي ديالو، وهي قالت لك خدم لي به، ايوا العجب هذا، خدم لها لالا به. جليدة تا هي الحبيبة، الا ما كانت شاي ما كاين والو، الصبيعات يتنفخوا ولا يتقطعوا بهاد الزيار د الخيط. هادو كروشيات زواونين ساهلين، ما فيهمش الخلف ولا القدام حتى هو، ماشي اغلبيه دابا انا تنخدم شي ناس سيكريو كنعرف شنو بغاو، كندير لهم داك الكروشيات اللي ما فيهمش الخلفه و تيتقطعوا لهمش دغيا. والله الا وحده كتجيب داك القفوله ديال اللي مزيانين اللي مخرصين وهذا، وكتجيبهم في المنظام جداد كتقول لي حيدهم ودير لي هذا، فاشو علاش كيضربوا ليا، كتبقى المضمه تكري فيها حتى كتعيا، ما كيمشيولهاش الكروشيات الاخرين، لا اخرى هي كريا جوج كروشيات تيمشيو، داك الكروشيات مخرصين فركسي. هذاك الفيديو اللي كنت صوبت لكم ديال داك الكروشي مخرص قلت لكم هاكو كيتخدم، راه ما فيهش الخلفه حتى هو، هاد الكروشيات الاخرين فيهم الخلفه كيتقطعوا دغيا، هو بنادم خصو يفكر ويزيد الكليان ديالو شي حاجه زوينه، ماشي عيب دير لهم شي حاجه صحيحه. يطرح مد الوالدين، مد الوالدين والدعاوين مزيانين. دابا هذوك الروات كيجيبوهم ليا العيالات كيقطعو كيقول لك الله يعطيهم الضر، كيبقاو يسبو فيهم الله يعطيهم يدير ليهم، انا دغيا غالبستها تقطعت اوليد، وانا تيكرهوني داك الرواتش ملي كيبقاو يجيب، علاش هما باين ليهم السنطه بالثمن، هي غا سوق كيبيعو لهم بالثمن، وحنا هو داك الكروشيات
اللي غادي نصوب لها راه كنضرب معاها تماره اكثر من صوب لها سمطه بحال هذيك من الاول. دابا هذه تكون يبسات اولا نتسناوها شي شويه على ما نلوي عاوتاني هاد الكروشيات على ما تيبس مزيان على ما تنشف. غنغطيو هاد الخيط هذا باش نغطيو بهاد اللوين هذا بعد نشفات على خاطرها نبداو من الجهه منين بدينا. طيب ما باش خدام ولا قشا؟ لا مازال خدام، مازال هاني الحباب معانا. مرحبا. الله. نقطع شي خد النيلو نلصقو به باش يبلونه غير هاد النيلو غادي نشمعو مزيان كيولي صفر حتى هو كيشد الكروشيات مزيان. داك الناس اللي تيسولوني على السلعه راه كل حاجه كنقولها لكم بالاسم ديالكم غير هي راه كل مدينه وكيفاش تسميها وكل مدينه فين كتبيع السلعه ديالها. تاخذي صوره للمنتوج وتقلبي على السلعه وتسولي الناس اللي قراب مثلا داك الناس اللي كيبيعوا المواد اللي قراب شنو هي هاد الماده فين تتباع غادي توصلي.
الشيل مضمه هي تسالات. دابا نصوبوا لها السوير ديالها. ها هو السوير ديالها راه مبروم ناضي. صوبوا لها هذا الطرسان مبروم على داره، يعني داره هي جوج شعرات في جوج شعرات، وكنجمعهم كنبرم كل جوج شعرات بوحدهم كنبرمهم مزيان، عاوتاني نزيد نبرم جوج شعرات وكنجمعهم باش كيعطيونا هاد الشويشه بحال الشوشه ديال المجدول اللي كنصوبو ديال الثوب بحال. شي الضفار اللي حيت ما كيبغيش يهز ليا هادو من الارض. سير اخويا انا بغيت لك الجربه وانت وقلت الضفار وما عرفتش دابا واش هضر معايا زعما واش نصحني لوجه الله ولا تنز عليا. فبزيني مع كنصاوب داك الفيديو ديال العقده ديال الجاكر ما عرفتوش واش تيتنز عليا ولا نصحني لوجه الله الله يسامح. غادي خصني نزيد هاد الشوال هنا ضروري باش كتبان، ماشي باش تبان غير باش كنرتاح فيه. هادي راني وريتها لكم البارح في واحد الفيديو كيفاش تنتف الخيط هكا، فهمتيني راكم عارفين حيت انا كتجيني الخدمه هكا ساهله تحت الطبله ماشي بحال فوق الطبله. كل عام نتاكو نتوما تجيكم عمكم جلال حتى نكون انا خدام. خليونا نكملوا اللايف مع الحباب على خير وبخير. ما بقى والو سلف لنا المضمه دابا واجي داك الساعه قول لي عمي جلال شنو يقول لي دابا واش الريال ما لعبش الدراري تبلاو بالكره هانتوما كيما شفتو دابا ندير لها السيلوفان ديالها وحنا ناضية نطرقنا هاد المصيمير. هاد المصيمير مولاتو مجروبة بيه غدا وأنا مكتعجبنيش تجي الحاجة غدا وتلقاها كتسعي. اللهم دابا نطرق لها المسمار ونبات مع راسي هاني حيت متنخدمش الجمعة في الصباح وهي باغية في العشية وأنا غادي نجي تا مور الدور تا تقريبا جوج ونصف ثلاثة عاد كنبدا الخدمة نهار الجمعة. ايوا جات بقا واقفة عليا وانت قلتي لها نزدها لك وما جاتش. اللهم نبات مرتاح مع راسي ونصبح مرتاح معليش راسي ومنين نجي وراك عاوتاني المزروب. كيقولو سيرنا الولد دجاج ديال السوق خاصو يبات مكتف، عرفتي علاش قالوها؟ حيت هداك الدجاج ديال السوق غنسخوط هداك الدجاج البلدي راه مكيبغيش يفشل. خاصي ساعتين لما كانو حنا نسبقو على واحد ديك واحد النهار في العروبية بغات نسيبة تبرع عليا بيه قالت لي ديه سير شدو ديه. ايوا الله نسيبة انا نعطيك جوج فرار شديه نتيا. وهكا البضاعة تكون سالات بحال البضاعات الاخرين
نتمنى من الله يكون عجبكم اللايف، تهلاو في راسكم، السلام عليكم. شي فيديو اخر ولا شي لايف اخر، راكم عارفين هاد الايامات الخدمه ان شاء الله غادي تكون الدرك علينا، يعني قلت تقريبا غادي نميك عليكم الا ما بقيتش كندير لايف هكا مره مره حتى الفيديو. السلام عليكم، نوريكم واحد المعلومه ديال هاد الشويشات هادو ديال الجلابه، شويشه القبيب وشويشه هنايا، هادو ديال 27 ديال بنيته الصغيوري، غتبرمو واحد الطرسان اي عادي على جوج شعرات، شعره شعره، وهي هما يتبرمو داك الشعرين الاول مزيان باش يجي مزيان ما يتحلش، ونسديهم كيف ما هكا كيف ما تتشوفوا. هنا راني كنجبد الطرسان، ونقسمهم على جوج باش العبار اللي هنا يجي هنا، نحط هادو ونجيب هاد الطريسن هذا وهذا مفتل هذا كابلي. ونعقد هنا، عاوتاني الاخرى بحالها حتى هي. هادو داك الشويشات اللي كيجيو بالجلابه هابطين في الكول، وغادي نديرو لهم بحال داك المجيدلات اللي وريتكم ديال السيور كيفاش تخلفوا داك الخيط. هادو لويناهم، اما الفرا ديال القبيب نديرو لها واحد العقيده باش تبان مفركسه، باش كتبقى تتحرك داك العقيده في الظهر. هانتو هادو راكم عارفين سويشات ما مسدينش، هادو يعني الطرسان هادو غير برملهم على الطرسان رقيق، شعره رقيقه، قادهم بجوج وكنقص. غنديروا لهذا ديال القبيب ديال الظهر، ها هو واحد الكويب لي هذا مبروم، برمتو على من هاد الطرسان خرجته دوبلته على أربعة وخرج لي هاد الكويب لي، باش دير له داك الخريصه ديروا بهاد الطريسين هذا حتى هو غير مبروم.
تجيبي هاد الكوابلو هنايا و ديري له هاك حتى هو بحال هاديك. هذا انا قلت لكم نديرو له شي عقيده يجي مفركس. نشمع هاد الطريسين، هذا شمع، هذا شمع بلدي، فيه وفيه هاد الشمع، فيه بزاف ديال الماركات، فيه واحد النوع ديال الشمع بحال الصابون كدير له كيزلق، هذا لا هذاك حرش هذا قاصح كيتفرتت، وكثر ليا فهاد البرتي صعاب علينا نخدمو به، تيولي قاصح. هذيك ولا هاد الخاويه تقيلصق باش منين تندورو هكا باش نديرو العقيده كيجي داكشي تيلصق. يا سلام دابا هاد البريكولات هادو ما تنخدمهم شي، ولكن الكليان ديالك بعض المرات يوقف عليك خصك تخدمهم. دابا هاد الهمزه كلها بشحال؟ بعشرات دراهم. ها شوشة وجوج شوشات شحال ديال الخدمه؟ ها لا سي عبد اللطيف كي داير؟ شويه الله يحفظك الله يرحم والديك عبد اللطيف. الحمد لله خير عبد اللطيف. واحد كانت بقات عندي ذاك النهار شحال بقات فاضل اللطيف؟ شنو ديتي بعدا؟ وانا والله نسيت. جاب لي ذاك خونا 600 ولا 700 ذاك عندك جوج مضمات. ها عندك جوج مضمات ياك؟ شحال المجادي؟ المجادي واقيلا ثلاثة أربعة واقع، جوج صغار وجوج كبار. الله أعلم. ها كاين جوج صغار وجوج كبار. والله ما بقيت عاقل اخي عبد الفتاح. لا البارح سولتو قال لي هو 700، كان قال لي 700 البارح. جا قلت له شحال كيسالنا؟ شحال عطيتيه؟ 100 درهم. لا ما عرفتش شحال عطيتيه. 100 درهم. 100 درهم قال لي هو راه لا مازال عليه 600. كاينين جوج مضمات 700. كاينين جوج مضمات اسيدي ب 15% وتزيد عليهم 1000 ريال. تزيد عليهم 1000 ريال ديال الشوشات كبار. 1000 ريال هي غادي تولي 2500 ياك. وتزيد عليهم 800، تزيد عليهم 800 ديال جوج مجادل الصغار. 800 جوج مجادل الصغار هي 1000. ها 3300. هو هذاك النهار ديتي 4 مجادل فيهم جوج صغار ماشي ذاك الطول ديال قلنا نكتبوهم صغار فيهم الصغار. جوج صغار وجوج كبار هي 3300. يا فاك ولا ماشي هاك؟ المهم انا قال لي هو 700 ريال. المهم زعما زيد 300 الله يخليك. هو قال لي حيت 700 ريال دابا يقول لي بغا هو دابا ما يفهمني. قلت له 700 البارح انا قلت له وكان شويه الوقت مشى. قلت له كان هذا كان طلعتيني من جانا واحد المجيد لا تمايا وقول له شحال مازال كتسال. كان هو قلت انا تكون انت مشيتي في البارح في العشيه. لا هذا مضمه خدمتها ب 700 وحده ب 800 هي 15%. هادو جوج مضمات ب 16%. عطيتو 4 د المجاري جوج كبار وجوج صغار. 1000 ريال ب 800 هي 3300. هادشي اللي كاين السي عبد اللطيف. شكريا. لا ما كنتيش غادي تبقى تعقل تنسايا بحال دابا كنقيدها حسن. انا دابا كنقول صافي اللي كيتسالو هو اللي خصو يعقل ماشي اللي كيسال. انا قلت له ماشي يسال خويا من راسه. لا
قلت له انا شحال مازال شحال بقات، قلت له هاك ديرو 100 درهم وقول له شحال يبقى شحال بقى عنده. نهار داك 100 درهم ما كافياش، انا قلت له هاك ديرو 100 درهم وقول له شحال مازال شحال يبقى عنده. لا واشنو قال لي؟ السلام عليكم. هاياك دابا قلت لخصي دابا نصوب هكا، شتي كيفاش كنصوبو؟ كنكملوها بهذا الخيط هذا طويل بحال هذا. ها صوبنا له شويشه، راني وريت كيفاش تصوبي الشويشه، وهاد العقيده هذه كندوزوها هكا وانا نعقدها لك وتشوف. نصوب لك وحده، نصوب لك وحده باش تفهمي. من بعد ما سدينا هاد الطريسنات هادو الشوشه نديرو لها هكا. هادي الشوشه راكي شفتيها، هاي انا غير نعقدها وغادي ندوزها باش المعلومه تجيكم بسيطه دغيا توصل المعلومه، ماشي كندير فيديو طويل كامل غير هكا معلومه بمعلومه كتفهموا الحاجه. هادي غنعوج واحد شويه هكا، ندير واحد العوينه هكا ونعقد مزيان. واحد التعليق غادي نعلق عليه، واحد الاخ شافني بالضفار وقال لي ما تنساش تحيد ضفارك. انا حيدتهم اخايا، ما ناضي يحرقوني، حنا ما تنقدروش نحيدوا هاد الضفار هادو اخر، هاد الضفار هادو بهم تنخدموا فهمتيني، الا شفتيهم كبار راه كنخدم مرتاح. دابا هما تيحرقوني هنايا كاملين، انا قطعتهم تصنت ليك وقطعتهم، اللحم ديالي تيحرقني كامل. بقيتي على خاطرك خياط اخويا، والصنايعيه كاملين ديال هاد الحرفه هادي كيخليو هاد الضفار هادو وهادو. هادو انا نقطعهم لك هاهما حتى للجدر، ولكن هادو ملي كنقطعهم حتى للجدر كنتعذب في الخدمه، حيت انا كنعتمد على الضفار ديالي كنشد بهم هاك. شتي ها اللوي وداك الخيط هذاك، نغطيو داك الخيط النيلو اللي درنا ونعقدو. عاوتاني نوليو نلويو هاد الطريسن هذا. ونعقدو هنايا ونزلقو ليه بيرة نرتقوها هنايا، نوليو نضربوها هنايا. دابا نلصقوها في المضمر هات شي، نزلقو ليه بيرة هنا عاوتاني، ونوليو نخرجوها من هنا. ها عاوتاني نقبطو هاد الراس هذا هنا، غادي نضربو هنايا من هنا ونخرج من هنا وندخل من هنايا، نديرو جوج تريسيقات من هنا مزيان حيت هاديك هي اللي عليها العتيمة كتجر. ها شتي صافي تنعقدو هنا. شتي وهادي غادي ندوروها هكا كيف ما تتشوفي هكا، تنسديوها سديوها نفسخوها زعما هيا كنلويوها بحال هادي، راكي شفتيها في الفيديو قلتي لكم ملي الخدمة. المهم ها هذا نزيد الحدايا اللي هنا اللي كبيرة
قالت لي داك الاخت كتزرب هكا في هاد الدوائره، ضروري ما خصني نزرب هكا، واش غنبقى ندير ها الحركه البطيئه؟ انت يا تقلي الفيديو وشوفي الحركه كي كندير، راني متقل واحد اللقطه تمايا باش تشوفي ديك الحركه البطيئه. ها دابا هذا عصر الصوره اختي، خصو بنادم يسربي. شفتيها كيف ما انت كيف ما قلتي انا لصقتها، دابا عاوتاني غادي نلصقو هادي هنايا حتى هي، والمضمة ديالنا تسالات هات شي كما العادة. السلام عليكم، نتمنى من الله تكوني فهمتي لي ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. ها انت ها الشوشة كيفاش كتصوب؟ هاد الشوشة هادي، هاد الشوشة هادي كتخسر في المجدول، كتخسر في المجدول، حنا ولينا بدنا لهم هاد اللوان هادو، كنسديوها بشوشة مسدية، هادي شوشة مزيانة، اللي شوشة مزيانة مسدية ديال المجدول، كاين الفرق. دابا هادي فيها ربعة د اللوينات، أنا نوريكم كيفاش كديرو تسديو، هادي دير خيط هادي، هادي أحسن طريقة ديال التسدية ديال الشوشة ديال الجلابة أولا ديال الشوش ديال المجدول، أحسن طريقة، ما أحسن من داك القضية ديال المشطة وديال فهمتيني وديال الليبرا هكا، كتجي هادي مقادة ومزروبة هانتي، واحد الله على شريك خير، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. 13 14 15 16 17 18 19 20 كندير 20 حيت 4 د الالوان، غندير 20 في 20 في 20 راه 80 خيط في الشوشه. ها هو نعقد، ملي تنعقد تنطير هاد الطريف هذا كنحيدو هكا كنطلع للفوق ها ها، وهي كتصوب الراس شتي ساهله، طريقه احسن طريقه، ما عييت ما نخدم في داك الطرق الاخرين ما لقيتش بحال هادي، خفيفه وكتحل كتصوب الراس زعما. هذه شوشه مزيانه، هذه شوشه ما كتحلش، هذه المجدول ديالها كيدير 50 درهم، اما المجدول ديال شوشه عاديه كيدير 30 درهم، 25 درهم، 20 درهم، 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20. هذه سهله ومزروبه ما كديش الوقت، ها شوف بلا ما تبقى مفقوس مع الشوشه، حل من هنا ضرب من هنايا، ها دابا نجيب 4 د الالوان غادي ندير لهم هكا، فين هو اللون الاخر هذا ها 4 د اللوينات نقادهم، ها كنعقدهم معاهم كيجيو تاهم هنايا كيجيو مقادين، ها ها هادي الشوشه كي كتسمى كتسمى الشوشه دوريجين فهمتي، هادي خصها تعقد مزيان وصافي، ها الصلاة على النبي، شتي ها الشوشة مخيرة هادي، هادي دوريجين هادي، شوف هادي ما هادي دابا، هادي هي تقاست بالما شوف كي ولات، هادي واخا تتقاس بالما كتزيد غير تجمع كتزيد غير تولي تزيان، هي كتزيان، واللي بغى يفورها يفورها، واللي ما بغاش يفورها هي بلا ما تفورها، هي دابا ملي كتصبن دابا كتفور راسها مع الوقت، وهي قد ما بقات هكا شدها غا بيدك هكا وصوت عليها تتسخن تتولي، يا سلام شوف هذه الفرق، الفرق ديال 20 درهم، هو بنادم كيصوب مثلا ولا 15 درهم، شوف كيصوب يا اما مجدول مزيان يا اما مجدول عادي، الله يحسن العوان الله يحسن العوان للجميع. كل واحد دابا مسكين ملي كتسمع المجدول ب 50 درهم تيجيها غالي، كتقول لك صوب لي ديال 30 درهم كتصوب لها هذا، يعني لا حول ولا قوه الا بالله. المهم من هذا كدير له عقيده هنايا شتي، وكنسالي الفيديو ديالي، والسلام عليكم. السلام عليكم، كيف ما قلت لك الاخت انا نعاودهم اختي هاد الكارويات، واش حيدتهم من الفيسبوك؟ راه ما قبلهم ليش الفيسبوك داك الفيديو، عرفتي علاش؟ حيت هزيتهم من اليوتيوب وحطيتهم تما وما قبلهمش ليا الفيسبوك، دابا خصني كل منصة نخدم لها فيديو ديالها بوحدو، تفاهمنا؟
انا نولي نعاودها لخصي وشي باس ما كان. انا عارف داك القضيه ديال النجمه السته كاين اللي ما عندوش دابا الكونيكسيو تيقول لك غير اضطرينا نلوحوهم زعما اليوتيوب. لا والله اختي ما كذلك. ها انت انا نخدمهم لختي كيف ما كاين في اليوتيوب نحطها لك تما وكيف ما حطيتها في الاول. ها انت بجوج لوين هاك هتشوفي كارو بحال هذا ديال الكاغيط كيف ما كان الكاغيط يا هذا يا هذا. المهم ديال الواحد يكون فهمتي يكون واقف شي شويه. اما العرض العرض ديروا اللي بغيتو في الكارو على يعني حساب العرض المضمه ماشي نقول لك انا شحال ديري في العرض. ها انت نضرب جوج ضريبات ما بقالش واش بغيتيها بداك الجوج الالوان في النص ولا. المهم انا نخدمها في نخدمها بجوج الالوان. ها غادي نجيو للنص هنايا عاوتاني منين نبغيو اربعه ديال الزويويقات عاوتاني غادي نجيو لهنا. دابا نشدو هنا ونبداو بهاد اللوين الاخر عاوتاني نبداو هاد الجهه هادي. عاوتاني جوج ضريبات عاوتاني نجيو لهنا للوسط عاوتاني نضربو جوج ضريبات عاوتاني نجيو لهنايا ونضربو عاوتاني جوج ضريبات عاوتاني ندورو لهنا عاوتاني نبداو بهذا من هاد الجهة من لهنا جوج ضريبات. هنا فاش نجيو للوسط غادي نجيو لهاد الجهة اللي من لهنا اللي من لهنا نضربو فيها جوج ضريبات عاوتاني الجهة لهنا عاوتاني جوج ضريبات عاد نمشيو لهاد الجنيب هذا فهمنا. عاوتاني نقلبو يدينا عاوتاني نبدا بهادي عاوتاني من لهنايا جوج ضريبات هنا جوج ضريبات هنا جوج ضريبات حداها عاوتاني شي وكنعاود عاوتاني نمشي للجهة الاخرى دابا نصوب لكم حتى الزواقه الاخرى اختي دابا نصوبها لكم. ما عرفتش انايا اش من زواقه هضرتي لي عليها واش هادي ولا الاخرى اللي عاديه. هاكا كتبقى غادي حتى كتسال راه مفهومه. المضمه كامله كنخدمها راه كاينه في اليوتيوب حيت فيها الوقت طويله. وكنت لحساتها في الفيسبوك انا قلت لكم حيدها لي الفيسبوك ما بغانيش نخلي داك الفيديوهات حيت خليت فيهم داك دابا داك الخوارزميات ديال اليوتيوب كتبقى لاصقه في الفيديو وكتخليها تيعرفك الفيسبوك جبتيها من اليوتيوب ولحتيها يعني هو بغاك تضرب تمارة بغاك تتعب واليوتيوب عاوتاني حتى هو بغاك تتعب. دابا مثالي ندير هنا غير جوج ضريبات وهنايا هادي مازال مع مرات ندير فيها شي ثلاثة ضريبات هكا وهادي التالية غادي نفينيها هنا بواحد الضريبة هنا بواحد الضريبه هنا من بعد غادي نقطعهم وندير لهم الكولا. اللي ما عندكش الكولا ما عندوش الكولا بنادم يدير داك يخيطهم هكا بالابره ولا يدير الشمع
السلام عليكم ورحمه الله. دابا نوريك الطريقه الاخرى عاوتاني ان شاء الله. ملي يكون شي وقيد، دابا ملي كيكون عندي شي وقيد تنصوب لخوتي كنسرق الوقت كي. السلام عليكم. انا نوريكم دابا هاد القفيل هذا بطريقه سهله وبسيطه وفي نفس الوقت صحيح، ما فيهش الخلفه هنايا، تفاهمنا؟ ساهل. هادو دابا العيالات كيخدموا هذا بوحدو وكيخدموه كيخرصوه على جوج جهات، فهمتيني؟ وعاد تيديروا له هاد التعصيبه هاد. انا غادي نصوب لكم الطرف ديالو كلشي من طرف واحد، ماشي عاد غندير واحد طويل فيه 20 وهذا نتيوا، غادي ندير فيها 16 17، ندير فيها 16 17. هاد التخريصه هادي اللي كتخرص بجوج وكتدي الوقت، انا نوريها لكم كيفاش كتخرص. هذا الطرس المبروم على هذا السقلي، ثلاثه الشعرات في ثلاثه الشعرات وكنجمعو. غادي ندير هكا تقريبا ثلاثه الصبيعات هكا ونخرص هكا. بعد ما نخرص بجوج خيوط من هنا واحد ومن هنا واحد، نخرص غير بواحد. ها ها شو كي كندير. ها 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 وهذا كيتزرب، هذا بالزربه تصوب واحد. ها اللي بغيتي تزرب تصوب واحد بالزربه. ها شي بجوج تخريصات يلا يكون بنادم خرص واحد ثلاثه الضربات. ها شتي هذا ساهل. هاد الكروشيات هادو راه متيحتاجوهم مالي للمدام، كيحتاجوهم واجدين. العيالات اللي كيخدمو هاد الكروشيات راه متيعرفو هاد الشي. هاد الكروشي بس زوين صحيح، ما فيهش الخلفه للقدام. شتي دغيا ساليتو. دابا نشوف السيلو، نشوف السيلو السيلو بيك ولا هذا اللي كان ولا شي حاجه، وغادي ندير له هكا. عاوتاني نطويه هكا. هاد السلك هذا اللي شاط هو اللي نديرو به التعصيبه هذه، ها هي اللي هنا. كنبرك عليه بسناني باش كيقاد. شتي المسياز اللي فيه هذا هو من الخلفه ما كايناش هنايا، يعني صحيح يعني كيدوز وقت طويله. وهذا عاوتاني نتيوا حتى هي دير لها هكا بحالها وتشوف شي قصيبه على قد الدوره بحال دابا هكا، وغادي ديرها عاوتاني وتدور هذيك طريف اللي بقى. شتي هاد الكروشيات ساهلين وخفاف. ومن بعد تنعقد. ونحيد هاد الزايد هاد. عاوتاني هذا حتى هو كذلك. دابا غادي نخبعو هاد العيبان.
ونديروا له هكا التخريصتين. هادو كروشيات ساهلين في الخدمه. شتي عاوتاني الاول والاخر كذلك. ايوا الحمد لله. ها انتم كيف ما شفتوا هذا صحيح على هذا، هذا صحيح على هذا في الجبد هنايا، هذا دغيا يتقطع، هذا فيه الخلفه هنايا غير تقردو هنايا الشيء غير تقردو كي تخرج الخلفه، داك الخلفه هذا ما فيهش الخلفه، هذا صحيح. ها وساهل في الخدمه. تفاهمنا، نتمنى من الله يعجبكم تعلموا له. السلام عليكم. السلام عليكم. ما بغيتوش تخليو المجدو الخاوي من الوسط، ديروا فيه قفيلات. انا نوريكم كيفاش تصوبوا داك القفيلات ان شاء الله. ما عليكم غير سته الطريفات ديال التعاصب بحال هكا مع الصبين هادو بالقيطان غليظ. هذا شتيه قيطان غليظ، ماشي رقيق ماشي مويه. مثلا هذه ديروا فيها 30 سنتيم 35 سنتيم طول، وغادي تعمروا المجويدل فم الوسط بطريقه سهله وخفيفه، ما فيها شيء زعما شي واقت ولا شي كسور ولا، وكيبان المجيدل عامر من الوسط. ها هذه الزواقه الشهيره. شي كتزير من لهنا ومن لهنا حتى كتقاد. كتعقد هنا. انا نصاوب لكم جوج زواقات، نتوما اللي جاتكم سهله خدموها لكم، تخدموها حتى بالكابليات ديال التعصابه ولا ب... شي واحد الوريده ما فيه مشات جبتهاش. هاي كنحرق هادو باش ميفلسوش بسهوله. كندير هاد العوينه هكا
شوف هاو دابا هذا غادي تجيبوه هنا تلويو عليه الطرسان بحال هكا مثلا. انا نصاوب لكم شي وحده باش تفهموني علاش تنهضر لكم. ديروا له هكا وتبداو تلووا ها ها وعاد يضربوا هذا طريسيقه من هنا طريسيقه من هنا طريقه من هنا. هذا ما نخدموش لهذا المجدول داكشي علاش ما بغيتش نخد نرتقو فهمنا. وكيجي هنايا فلوس كيجي يا سلام عاطي واحد المونيتور زوين فهمنا. والقفيل التالي ها هو القفيل التالي ها هو هذا تيو هذا تيو بحال هذاك ديال لانتر كيكون عند الدروغريه وماني السيكليس فهمنا. نشوفوا مثلا واحد صغير واحد طويل ونديروا ليهم هكا استغفر الله العظيم. هذا غير واحد طريف شايط ديال تيو انا نصاوب لكم بهم واحد القفيله هانت هتشدوا هكا وتجيو لهنا الجنيب وتزير هما هاد الربعه هادو راه ما يبغوش يتستفوا بسهوله هتقلبوا للجهه الاخرى عاوتاني هكا وتزيرو ها شتي هي عاد بدات باش يتشدو باش واحد ما يهربش على الاخر شتي ها نحيد داك الزياده عاوتاني نديرو واحد جوج صبيعات هكا ونجي لهنايا ونعقدها شتي ها جوج قفيلات ساهلين و تيبينو نجيل اللي بغات دابا تعمر النجدول ديالها تعمرو بهاد الطريقه هاد. هذا نلويو عليه السق اللي محلول هكا باش نغطيوه داك الخيط الابيض على ما يتغطى داك الخيط ونعقد عاوتاني الجهه الاخرى حتى هي كذلك هذا راني تنطليه بالكولا هاد العقده اللي عقدت ما تنعولش عليها تندير لها كويله هنايا كندير لها الكولا هنا باش تشد مزيان عاوتاني نجيبوه هكا شي هذا من يضر فيه والاخر منظر هما تسع صيبات هادو قلت لك راه غير زايدين كنوريكم بهم الديكور راه مفلقين ما فهمتي هادو غير كانوا خسروا حيدناهم ما تديوش نتوما عليهم كانهم زعما راني داير داك الديفو ولا لا غير كنوريكم بها القفل ها نوريكم كيف كدير تخدم هاد القفل ديال التيو دابا تنحيدو هادوك اللي في الوسط هادو اللي في الوسط نحيدوهم كان كانوا هما طوال نخليوهم نخدموا بهذا وهذا غادي نديروا لهم هكا ها ونعقدوا هذا هكا ها
عاوتاني نديرو لها هكا. نحيدو دابا هاد الزيت. عاوتاني نمشيو للجهة الأخرى. علاش دابا تنوريكم هادو بزاف؟ هادو غادي تحتاجوهم، هادو غتحتاجو هادشي هذا في الخدمة. هذا يمكن لك تحطيه في مضمة ديال الثوب، في مضمة ديال الحرير، في مجدول، في كلشي، في كلشي يعني خدام، فهمتيني؟ يعني كيخدم بزاف ديال الحوايج. تي إلا بغيتي تزوقي زوقي مع راسك البياسة كيف ما بغيتي. ها عاوتاني اقطع، عاوتاني دير له هذا هكا ونعقد. عاوتاني نمشي للاخر. أو انا زربت لكم على الفكره. شي حتى هذا تيجي حتى هو، يا سلام. ها هذا جا مزيان، وهذا حتى هو عاوتاني مزيان، على حساب الذوق كيختلف ديال الانسان، كل واحد واش نعجبه، كل واحد واش بغى. يلا السلام عليكم، شي فيديو اخر بمشيئه الله، تهلاو في راسكم. السلام عليكم. بالنسبه لهاد الزواقه هادي انا غادي نوريكم كيفاش كتصوب. هادي راه كنفصلها غير على حساب واحد، فهمتي، غير شي قواعدي بحال هذا. ها كندور هاد الدوره هادي الاولى، وهادي كندير وحده صغيره بحال داك كبر من ديال الكاس، قد الكاس تقريبا. كانت عندي هنا داك ديال الطرز، ديال الطرز غادي نديرو. ها شي كتجي قدها، وحده قد هذه وحده قد هذه باش نفصلوها، عاوتاني وحده قد هذه وحده قد هذه، راه باينه. طيب هذا ديال الطرز، هذا كنبرمو تلويه هنايا، ها نتوما شفتوه طرسان غليظ. ها هو طرسان غليظ شي هنا 18 شعره، وهنا 18 36، وكنبرموها وكنبرم كل 16 بوحدها و 18 بوحدها، كتولي 36 في هاد الطرسان. كنجمعهم بجوج هنايا على هاد القنينيط هذا هكا، وكتلصق. ها كيوليو لاصقين شي. دابا نوريكم داك الدوره كيفاش كدير. الجنيبات خصهم يتطلعو مزيان. شي ملي كنديرو له هكا كتبقى جهه نقيه وجهه موسخه بالكولا، باش نخدم داكشي عبار وما نضيعش هذا باش يجيني مقادد. مثلا انايا درت واحد العبار هنايا كيدير 35 36 باش نبدا هكا، ونخلي هذا هنايا لهادي. دابا نرخيو من هادي ونجيو لهادي، نبقاو كندور
هذا كيتبر من الطرسان ماشي طرسان ومفتل. هنا غادي نقلب دابا هاد الطريسين هكا ها ندير له بلاصتو وعاد نقطع. ولكن هذه راه ما لاصقاش مزيان، هذه ما لاصقاش مزيان، داك التقطيع اللي قطعتها ما درتش فيها الكولا باش ما تخرجيش الكولا هنا، منين نكون كنلصق هنايا هنا كنضرب لها واحد الغريزه ها هي شفتوها هنا غريزه طالعه وكنشد هذه وكنولي نغرزها في الاخرى باش كتلصق. دابا نمشيو للاخرى. من بريكول صحابني قالوا لي كنصبر عاد عاد اش داقول. لا راني بادي دابا نحبس هاد سالي وعاد ندير. لا مشي بحالي. شوف شنو قلتي لها العمو؟ انا جيت شوفوا الله يعطي لامك شوف الله يعطي لامك الشيفا قول امين. ها انتم الله يحفظك العمو صلى في راسك. اجي دابا وقفتك انا نرد لها الله يعطيك الشيفه. اه ماشي مشكل. قلت لك راه يضرب السخن انا وبريك ومشى مسكين. قلت له رد بالك يدي بالك رد لك جوج دراهم. هذا زين لا ما يديهاش ما نعرف ما يطمع له فيها شي واحد تعجبك شي واحد غيكون هو شي واحد بحالي شي واحد كيفكر من العشاق تاعو. هذاك الكرسي هذاك راه خو تباع ب 8000 درهم. خو ولد عمو انا شفتو دابا عند حاسه قال لي الطاقه شفتو كيفاش داك المازاد ديال ديال الميريكان صحابي ديال دوزيم بحال ديال دوزيم راه هذاك ديال دوزيم جايبينهم هذاك ديال الميريكان ديال بريطانيا وديال الانجليز راه ما واخدين الكوبي انا كنقلدو. شفت اخي حسن انا ما عرف كيفاش عطيتو واحد البوطه واحد الريشو قديم قلت له دابا نجيب لك واحد الريشو عطاني داك الكرسي قال لي واخود. حيت في الاول كنت كنقول له بيع لنا هذا الكرسي ما كانش كيبغي ملي شاف الريشو عاد قال له البلان. قلت له خود اسيدي انت داك الريشو 100 درهم الله صاحبي شنو ندير انا دير انا وكشي بازار نبيعو داكشي اللي عندك الدخل غير بقى مما على زوينه انا ايوا شنو صاحبي كاش ام حيرقه قد هذا عندي تبارك الله تبارك الله راه البياس عندك دابا ندبر ماشي مشكل. كيفاش هذه هي ها هي واش كتهضري لي على هذه هاد العقد هذه الا كنتي كتهضري لي على هذه كيفاش كتلوي وكتخلف الخيط. انا المهم انا صوبهم لك بجوج انا ما عرفتك علاش من عقده كتهضري لي واش على هاد العقده هادي اللي وريتك دابا ولا على هاد العقده هادي ديال الخيط كيفاش نعقدها هادي ها شو هاد واش كتهضري لي على هادي اللي كندير هكا حيت شفتيها داك التخريصه واقيله هكا كندير الا كانت هادي هاد الطريقه ديالها ها انت ها غايه غير بشويه شو ها شي ها اللي هي هذه منين هاد الخيط طويل كنديرو داك العقده اما هي كنديرو لها هكا ها شفتيه ها ساهله اولا تتهضري على هذه ها هي
الله اعلم الا ما نكذب كتهضري عليها هي كيفاش كتلوي الخيط هنايا وكتدخل فيه الليل فهمت غنجيب هذا الخيط النيلو هذا غادي ندير له هكا غادي نشدو هكا وندير له هنا ونبدا نلوي هنا ها هذا الراس هذا ديال الصبا غنغطيه ونبقى ندور نلوي عليه ها شتي دابا انت واقيلا بغيتي تعرفي كيفاش كيتخلف كيفاش يتخلف للداخل انا نوري اختي دابا هاد الحويجات انا ما كنبغيش نبينهم تنقول راه معروفين زعما باينين اما هو لا خصني نبينهم لكل شيء حتى للمبتدئين باش يعرفوا كيفاش كيتصوب السير ها على هادي كتهضري ها هي الشيء عاد ما نديرو هنا عقده كنلوي هاد التلويه هادي المهم اللي كانت فيهم نتمنى والله تستافدي منهم بجوج وصافي السلام عليكم.